مرحبا أصدقائي، تحية طيبة لكم. قبل أيام نزلت صورة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي روابطها موجودة بأسفل الحلقة. طلبت من عندكم تختاروا لي هاتف من بين عدة هواتف استعرضتها لكم، ووقع الاختيار أغلبه كان على هاتف السبارك 4 اللي تكنو سبارك 4 زائد هاتف الهوت 9. الهوت 9 سويت له مراجعة وقريبا راح تكون موجودة، فمحور كلامنا اليوم احنا وياكم السبارك 4. طيب بالبداية انه هذا الهاتف يجي من عندنا نسختين، سبارك 4 وسبارك 4 لايت النسخة المخففة، زائد انه يجي من عنده ذاكرتين، ذاكرة 32 مع 3 عشوائية، اما اللي معي فهي 64 مع 4 عشوائية. هذا الهاتف يجي تقريبا بسعر 105 الى 110 دولار، هاتف جدا منافس. طبعا نعرف انه اغلب توجه الشركات حاليا الشركات اللي هي جديدة نوعا ما تحاول انه هي تكبر حجم الشاشة، تضيف مواصفات اعلى، وتقلل نسبة الارباح على القطع اللي هي تستعرضها بالسوق اكيد حتى تستحوذ على اكبر كمية من المستخدمين نفسهم. فهل هذا الهاتف يسوى او لا؟ بسلبياته وبايجابيات كلها راح نستعرضها وياكم بهذه الحلقة، اعطوني رايكم جواب التعليقات. اول شغلة اذا اجيت حتى اركز على تصميم الهاتف، تصميم الهاتف كان تصميم تقليدي، تصميم اليوم ممكن احنا نشوف اكثر من براند موجود واكثر من شركة اليوم تطرح هذا التصميم نفسه، كاميرات متخذة بالشكل الطولي، ظهر الهاتف زائد البصمة موجودة بالشكل الدائري والشعار موجود هنا بالاسفل، اطار الهاتف والباك كفر هو كاملة من البلاستيك. هنا البلاستيك هو للاسف يترك بصمات، هذا ممكن يكون شيء مزعج. واجهه الهاتف هنا كلها عباره عن شاشه تحتوي على النوتش وتر دروب اللي موجود الشكل التقليدي والعصري. من الاسفل عندنا منفذ شحن المايكرو زائد منفذ الصوت اللي هو 3.0 زائد السماعه اللي موجوده. هذه معظم الشغلات اللي نركز عليها بالتصميم. كمسكه يكون مريح، وزن الهاتف خفيف، ابعاده جدا متلائمه. الشاشه هنا مستغله الحواف ولكنه مو بشكل احترافي، من الاسفل اللحيه عندنا بارزه وبشكل ملحوظ جدا كبير. بالبداية خلينا نتكلم احنا وياكم على الشغلات الإيجابية والشغلات اللي هي تعلينا من شان هذا الهاتف نفسه. أولا هذا الهاتف يجي بذاكرة 64 على 4 عشوائية، هذه ممكن تكون نقطة جدا ممتازة يوم ما نحصل على أغلب الهواتف. يجي بطارية داخلية 4000 ملي أمبير، صح أنه هي ما تدعم الشحن السريع، ولكنه هذه ال 4000 ملي أمبير إذا جيت حتى تشحنها وتستعملها على مواصفات هاتف يكون هو هاتف اقتصادي، حينطيك استعمال جدا ممتاز. هنا عندنا ثلاث كاميرات موجوده بالخلف شكلها عصري وجذاب. اما بالنسبه للشاشه فهنا الشاشه هي IPS LCD راح تجي بحجم 6.6 انش، راح تكون بدقه وكثافه 720 في 1560، كثافه البكسلات هنا 260 بكسل بالانش. اداء الشاشه هنا ما راح يكون هو افضل ما يكون مثل الهواتف الاقتصاديه من اغلب الشركات، يعني اذا جيت اتكلم على الاي 11 من شركه سامسونج او الهونر 8 اي من شركه هونر او واي 6 اس من شركه هواوي، فاداء الشاشه لا باس به، زوايا الرؤيه واضحه، تشبع الالوان جيد، وهذه اغلب الملاحظات اللي موجوده للشاشه. اما بالنسبه للمعالج فهنا الكثير منتظر هل هذا الهاتف يشغل ببجي او لا، فيشغل ببجي على اعدادات متوسطه. انا اعرف انه هذا مو معيار لقياس اداء السرعه، ولكن البعض بصراحه اول ما يشوف الجهاز حيسال مباشره يشغل ببجي او ما يشغل ببجي، لا يشغل ببجي. المعالج اللي هنا موجود هو ميديا تك الهيليو اي 22 مع معالج الرسوميات راح يكون اي 53 وتقنية 12 نانو متر، اكيد لانه هذا المعالج هو من الهواتف الاقتصادية. بصراحة من اسمع معالج من ميديا تك يشغل ان لعبة ببجي على اعدادات متوسطة هنا أنا افرح، لانه معالجات الميديا تك عندما تلودها باداء خارق هنا حتحصل سخونة، تحصل لاج جدا قوي. اداء ببجي ببعض الاحيان بصراحة كان ممتاز، وبعض الاحيان كان بي لاج، ولكنه شيء على شيء اشوف انه هو ممتاز قياسا باداء الهاتف وقياسا بسعر الهاتف نفسه. اضافه للذاكره الداخليه ال 64 جيجا بايت مع 4 عشوائيه، هنا عندنا منفذ المايكرو اس دي اللي تقدر من خلاله تضيف الذاكره الخارجيه اللي تصل الى 64 جيجا بايت، وهنا أنا اعتقد اعتاد التخزين اللي راح يكون عندك اعتاد ممتاز. اما بالنسبه للكاميرات اللي موجوده فعندنا ثلاث كاميرات موجوده بالخلف من جانب الجمال، ممكن هي تعطيك جماليه اكثر، زائد انه كاميرا اماميه موجوده ممكن تعطيك استخدام السيلفي. ارقام هذه الكاميرات اللي موجوده، الكاميرا الخلفيه راح تكون الاساسيه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0 زائد كاميرا تعزيز 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه هي كيو في جي اي راح تكون مساعده من خلال تصوير الفيديو على اساس يعني هذا الشيء. اما الكاميرا الاماميه فهي راح تكون 8 ميجا بكسل مثل ما قلت انه بالوتر نوتش دروب اللي موجود،
بالنسبة لاستخدام الكاميرات، استخدام الكاميرات انطاني اداء متوسط، يعني ممكن تستعملها لحفظ بعض اللحظات او تدوين بعض اللحظات، ما راح تحصل من عندها اداء احترافي. ممكن تكون مبكسلة ببعض الاحيان كصورة موجودة، واذا انت اجيت تاخذ بيها لقطة وكانت درجة اضاءة بظهرة قوية جدا، فهنا حتتلف الصورة بين قوسين، حتنمسح التفاصيل والتركيز يكون جدا ضعيف. اما بالنسبه لاعتاد الشحن وبطاريه ال 4000 ملي امبير، هذه ممكن يكون رقم منفذ شحن المايكرو ناين، كان واحد من الشغلات السلبيه والسلبيه جدا. اتمنى انه اشوف اغلب الشركات تضيف لنا منفذ شحن التايب سي مثل شركه سامسونج على الهواتف الاقتصاديه. بالنسبه للشحن واداء الشحن ممتاز، من جيت حتى اشغل عليه لعبه ببجي كان يصرف شحن نوعا ما، ولكنه اذا اجيت حتى استعمل هذا الهاتف بالاستعمال المتوسط بصراحة كانت بطارية تنطيني استخدام يوم، ولكنه تحتاج بالليل خلاص تشحن الهاتف. يعني اتكلم لكم عن بطارية 4000 ملي امبير موجودة على رالمي اكس 2 برو، او بطارية 4000 موجودة على هاتف تكنو هي من الاعتاد المتوسط، فهنا اكيد حيصمت شحن اكثر من الرالمي نفسه، وهذا السبب يعود للمواصفات اللي موجودة بداخل الهاتف. اتمنى شباب غطينا لكم هذه الحلقة، عرفناكم على مواصفات هاتف جديد انطرح للسوق، ونلتقي بحلقات قادمة. في أمان الله.